لما تتسأل سؤال مباشر، الإنسان ده كان مثالي وبيخدم وأمين، لكن مات وما نعرفش بقى أمن ولا ما أمنش، بلاش نقول راح فين، احنا هنقول لو كان آمن بالمسيح يبقى ربنا عارف يدخله السماء، لكن لو كان رافض المسيح أيا كانت سلوكياته الحقيقة حسب إيماننا هو ملوش في السماء نصيب، لأنه تعليم المسيح من يرفض ابن الله يبقى ملوش نصيب في الحياة الأبدية، يمكث عليه غضب الله. طب واحد ما يعرفش الملك ولا عمره فكر في الملكوت، يدخل الملكوت غصب لمجرد ان اخلاقه عالية، هو اساسا معاش بالاخلاق العالية عشان يدخل السماء، ما فكرش فيه، هو عاش باخلاق عالية او بسلوك كويس لمجرد انه انسانيا هو شايف ان ده حياة افضل، لكن طول ما هو عايش وان كان في العهد الجديد اتعرض عليه ملكوت السماوات، اتعرض عليه الايمان بالمسيح ورفضه وظل يسلك سلوكا راقيا اخلاقه كويسة، الحقيقة هو ما طلبش الملكوت، ما ينفعش يخطو. واحدة بتقول أسرة ارتد الزوج وتركها ومات، وطلبت أسرته التي تمسكت بالمسيحية من الكاهن الحضور للعزاء أو الصلاة فرفض، فهل الأسرة المجروحة من الزوج لا يقدم لها العزاء؟ هو هناك فرق بين أمرين، تقديم العزاء من جهة وإدخال المرحوم في الفردوس من جهة أخرى، واخدين بالكم؟ يعني كون إن واحدة مات زوجها يجي يعزوها دي ممكنة، لكن يعزوها بأنهم يقولوا لها لا ده المرحوم دلوقتي في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب ودلوقتي في فردوس النعيم وفي الموضع الذي هرب، حاضر، وفي الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد وفي نور قديسيه، ده كلام ممكن ان يجي يعزيها واذا بكت على مصير زوجها يقول لها مين عارف مش جايز يكون تاب في اخر يوم من ايام حياته وهو قصاد مراحم الله واحنا نصلي انه يكون تاب، اهو بالشكل ده لا يكون خدعها ولا يعني افقدها الرجاء. نعم، اقول لهم قوانين الكنيسة ما تسمحش بالترحيم، اقول لهم قوانين الكنيسة ما تسمحش بالترحيم، اقول لهم قوانين الكنيسة ما تسمحش بالترحيم، وخصوصا مسألة الزوج معروفة، فيعني احنا نصلي في السر. على اعتبار انه جايز يكون تاب في اخر ايام. مين عارف؟ لا تلاعب ليه؟ ما هو جايز يكون. معلش، لكن الكنيسة ما تصليش عليه. أنا لو راجل غير مسيحي وبدافع عن وطني وأعمالي كويسة هيبقى مصيري إيه في الآخرة؟ وأعمالي كويسة مصيري إيه في الآخرة؟ أنا هسألك سؤال بالنسبة للأعمال مثلا، أنت غني وهتقدر تساعد فقير يعني تعمل شيء حسن، وفلان ما عندوش عشان يدي، أنت فيك صحة تقدر تمشي تروح تزور مريض، تزور واحد في السجن، تساعد فلان، تساعد علان بصحة، فلان مشلول ونايم على السرير لا هيقدر يزور سجين ولا مريض ولا يعمل أي حاجة. قيس على الكلام ده أني ممكن إنسان مش بخطره يعمل أو ما يعملش، لا معاه مال يعمل ولا صحة يعمل ولا ملك يعمل ولا ولا ولا، يبقى إيه اللي ميزك أنت عن التاني؟ هل الأعمال تنفع؟ لا لا، عندنا كلام بيقول إن عملتم كل ما أمرتم به فقولوا أننا عبيد بطلون، وكل إنسان سمعني
كل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت يعني نهايته جهنم. هل من أعمال يعملها عشان يخلص نفسه؟ لا، ده محكوم عليه كل البشرية، كل البشرية. عشان كده أجل ربنا عن طريق المسيح، الطريق اللي رسمه هو، ومن غيره ما فيش طريق، ومن غيره ما فيش سكة، لا أعمال ولا غيره، ولا غيره. الإيمان بيسوع المسيح.